السلام عليكم، وبمناسبة هذا الشهر الفضيل ندعوكم للانطلاق بحملة لزيادة الوعي حول الاستهلاك والعيش المستدام. هي أكثر من مجرد حملة توعوية، هي دعوة عالمية لإحداث الفرق والحد من هدر الطعام. منرحب فيكم السنة كمان ضمن حركة التحول والأمل. معاً هنجدد التزامنا تجاه الكوكب ونطلق للسنة الثانية على التوالي حملة خلي رمضان كريم ومستدام ضمن إطار مبادرة وصفة التغيير أو Recipe of Change. رمضان شهر بتبرز فيه قيم الامتنان والاعتدال، بس بنفس الوقت هو الشهر اللي بيصير فيه كتير هدر طعام وبشكل كتير كبير، وهذا الشيء بيأثر سلباً على بيئتنا، مجتمعنا وأكيد صحتنا. اتخيلوا أنه في شهر رمضان كل وجبة هي وصفة للتغيير، وصفة للحد من هدر الطعام، هدر الموارد وتأمين الغذاء، مش بس لأنفسنا ولكن للكوكب اللي نحن عايشين عليه. ولقلنا خلال شهر رمضان المبارك رح نشارككم وصفات مستدامة ونصائح عن التغيير والحد من هدر الطعام، ورح نعطيكم معلومات كتيرة من جميع مناطقنا لحتى تستفيدوا منها أكثر. أفعالكم مهما كانت صغيرة ممكن تؤدي لتغيير بالمجتمع والعالم. نحن هون لندعمكم ونرشدكم بكل خطوة من هالرحلة للحد من هدر الطعام وحفظ النعمة. رمضان كريم. Let's have the food waste and double the blessings.